مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي اختارينا نطرقوا فيه الموضوع ديال ارتفاع عدد الحالات اللي تمثلت للشفاء بالمغرب اللي وصلت 1083 حالة. بغينا نشاطر معكم الرأي بما أنه خبر مفرح، واش هذا دليل على أنه فرج الله قريب؟ طرقنا اذا السلام مراد عادل، مرحبا بكل متابعي قناه شوف تيلي، مرحبا بالاراء ديالكم، مرحبا بالافكار ديالكم. اذا السلام عليكم، سلام لله جميله البريبري، تحيه لك، تحيه لستي حميد وغاندي. اذا كان خبر مفرح اليوم اللي هو ارتفاع عدد الحالات اللي تمثلت للشفاء، وهذا الشيء كيبشر بالخير والحمد لله، وعلى ما يبدو اننا ان شاء الله ما غنخرجوا من هذا الشهر المبارك الكريم حتى غادي يخرج معاه هذا الوباء وترجع المياه باذن الله لمجاريها يا رب العالمين. ما علينا، باش نقدروا نحافظوا على النتائج الايجابيه اللي وصلت لها المملكه المغربيه، يعني في التفوق ديالها على انتشار هذا الفيروس، لاننا نلتزموا اكثر فاكثر ونتبعوا الارشادات اللي كتخرج بها وزاره الصحه وكذلك وزاره الداخليه، ونتبعوا التعليمات وان شاء الله ما غيكون غير خير. فيصل، لقينا بلاصه هادي، حنا الان في مكناس، مباشره من مكناس، مباشرة من مكناس، حنا حدا المنصور أو في حي المنصور. طريفة، كيقول حنا ما استفدنا حتى شي حاجة من التعليم من التدريس عن بعد. هذا الموضوع هذا غنطرقو إن شاء الله اليوم في برنامج ديال مع فاطمة اللي غادي يكون مع الوحدة إن شاء الله الربع ديال الليل، غنطرقو على عن موضوع التدريس الخصوصي والعمومي. مصطفى كيقول الحمد لله والشكر لله ونعم بالله، ونعم بالله صحيح، وما نساوش نجددوا الشكر بالاي، يعني واش نتوما في حمرية محمد؟ لا حنا ماشي في حمرية، كنا في المنصور، دابا شادين الطريق ديال البروكا، لا ماشي البساتين. على كل حال هذه فرصة اننا نديرو جولة في مدينة مكناس ونحطوكم في الصورة وتشوفوا الأجواء كيفاش هي الساعة قبل الفطور، وكذلك نطرقوا لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا، هو خبر مفرح والحمد لله هادشي كيبشر بالخير وكي كيدل على أنه فرج الله قريب إن شاء الله بإذن الله. كيف ما قلت ما غادي يخرج هاد الشهر المبارك الكريم حتى غيخرج معاه هاد الفيروس إن شاء الله بإذن الله، وترجع المياه مجاريا. الله يسلمك سيدي محمد اللي كيقول طريق السلامة، وانت كذلك طريق السلامة، وكنتمنى هاد النهار يكون داز عندكم على خير وبخير، وكنتمنى لكم شهية طيبة بحكم اننا باقينا دقائق قليلة وغادي يأذن المغرب، والله يتقبل صيامنا وصيامكم يا رب العالمين. توفيق، تحية، تبارك الله عليك، ريختك ستي توفيق. انا أسامة كيقول اختي فاطمة بغيتك في واحد السوجي. مرحبا سي أسامة، دخل الصفحة الرسمية ديال قناة شوف تي في اللي فيها يعني الرسمية اللي فيها 17 مليون متابع، تما غتلقى الرقم ديال القناة، تواصل معنا وهما غيعطيوك الرقم ديال المدينة اللي بغيتي وتكلم على الموضوع اللي بغيتي. إبراهيم خواص، شكرا على المجهودات ديالكم، الله يخليك سي إبراهيم، وهذا شرف لنا أننا نشوف التشجيعات ديالكم والتحفيزات ديالكم، وهادشي كيعطينا قوة أكثر فأكثر. فكيف ما قلت البارح، بعد ما تعرضنا للاعتداء، داك الاعتداء زاد قوانا، وكذلك حتى التضامن ديالكم والتشجيعات ديالكم هو كيزيد يقوينا وكيخلينا نعطيو أكثر فأكثر ونكونوا في الميدان مهما كانت الظروف. فقناة شوف تي في قناتكم، قناة الشعب، دائما حاضرة في قلب الحدث. برانسيس كتقول توحش مكناس، على ما يبدو على برانسيس نتينا من مكناس، لكن اما في اما من الجاليه المغربيه اللي ما خارج ارض الوطن، ام كذلك يتواجدوا في مختلف مدن المملكه. على كل حال هذه فرصه انك تشوفي مدينتك على المباشر وتشوفي الاجواء كيفاش دايره،
أجواء جميلة الآن في مدينة مكناس، دقائق قليلة قبل الفطور. أتمنى أنكم تكونوا بصحتكم بخير وبخير. عثمان من اللول تبارك الله عليكم، الله يبارك فيك، برافو شوف تي في، امين يا رب العالمين. تحيه لك الاخت رمضان كريم. انا كنعتذر كنحاول نتكلم بسرعه باش نقدر نقرا التعاليق ديالكم، لانه كاين عدد كبير اللي كيتواصل معنا عبر التعاليق وكيقول علاش ما كتقرايش التعليق ديالي. فهذا ماشي تقصير مني، وانما ضروري اللي كاينين بزاف ديال التعاليق. تحياتي من حمارية، واخا كنتي حارية راه عرفتي بغيت تصدي حمارية. فاطمة الزهراء بالصحة المرسيدس، راكي حاضية معايا، راكي حاضية معايا وجدة جميلة. اختي فاطمة الزهراء انا كنشكركم بزاف بزاف على المجهودات ديالكم. هذا باش وصلنا القرار نتخذوا الاجراءات، وكذلك الحالات الانسانيه. فحنايا كنحاولوا دائما وابدا نكونوا قرابين من الناس اللي كيعانيوا يعني حاله صعبه، سواء كانت صحيه او ماديه. كنحاولوا نقربوهم للمحسنين باش يقدموا لهم يد المساعده، بحكم اننا الحمد لله بلد مسلم، بلد كيامن بالصدقة بالعطاء. فالحمد لله أي حالة كنعرضوها في قناة شوف تي في إلا وكتلقى تجاوب من طرف المواطنين، وهذا الشيء كيفرحنا الحمد لله، وكيخلينا نعرفوا أنه كاين باقي الخير في النعاس، باقي الرحمة، باقي الأمل، الحمد لله. محمد أبرباش من مكناس، مشكورة الأخت فاطمة، الله يحفظك، أمين يا رب العالمين، الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية من كل شر. زهير مكناسي أحسن صحفي في الزهراء اللي عطانا الله في مكناس ديال شوف تي في، الله يحفظك. وهذا شرف لي أنني نسمع يعني كلام طيب بحال هكذا، وهذا الشيء كيزيد يحفزنا وكيزيد يخلينا نعطيو أكثر فأكثر، كيعطينا قوة وشحنة باش نزيدو للأمام. وشكرا ليك وشكرا لكل متابعي قناة شوف تي في. يوسف كيقول بالتوفيق، كنتمنى منك تكلمي على مواضيع ما وراء ما بعد كورونا، وشكرا. ان شاء الله حتى هذا الموضوع غادي نطرقوا له، ما بعد كورونا موضوع مهم، عندك الحق سي يوسف. عبد الرحيم من البحرين، مرحبا بسي عبد الرحيم، مرحبا بالناس ديال البحرين، مرحبا بكل العرب اللي كيتابعونا على هذا البث المباشر، وخصوصا الاخوان الجزائر اللي كيتابعونا بكثره، يعني تكون عدد كبير ديال الاخوان الجزائر اللي كيتابعونا. فرمضان كريم لكل الامه الاسلاميه والعربيه، مرحبا بكم معنا دائما وابدا في قناتكم قناه شوف تي في. شكرا لاله فاطمه، راكي عزيزه على اختك. احنا قبل ما غنهي هذا البث المباشر حتى غادي نخليكم مع هذا المنظر الجميل ديال ساحه سهريج او سهريج السواني، هذا المنظر التاريخي الرائع اللي كيعطي جماليه رائعه للعاصمه الاسماعيليه. فما يمكنش لاي مغربي او اجنبي يجي يزور مكناس وما يجيش يزور هذا المعلم التاريخي السياحي الجميله رائعه.
لأن مشاهدي قناة شوف تيفي مسخناش بكم، إلى هنا غنقول لكم دمتم بألف خير، وإلى ضد مباشر آخر، موضوع آخر، مكان آخر، وضيرف علينا هذا الوباء يا رب العالمين قريب العجيل، وإن شاء الله ما نخرجوا كاملين في العيد الفطر، نصل الرحيم مع الأهل والأصدقاء والناس العزاز لنا، وترجع المياه مجاريها. إلى هنا دمتم بألف خير.